لن يكون للفساد مكان بيننا، لن يكون لمعدومي الضمير مكان بيننا، سنحمل معنا شارة الانتصار وسنمضي لدعم الوطن بالبناء والازدهار. هكذا علمنا قادتنا بسالة وبطولة ووحدة وانسجام، هكذا علمنا قادتنا ضبط ونزاهة وصدق والتزام، معا لمكافحة آفة الفساد، فهذه مسؤولية الجميع. مع تحيات مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع.